ويطعمون الطعام على حبه. على حب ماذا؟ على حب الطعام. على حب الطعام. هو يعني اصل واحد يقول لك ايه ده عم ملوش في الاكل وبيطلع لانه هو عايز يرمي الاكل العام. لا ده هو يحب الطعام هو يحبه لكن رغم محبته يعطيه لمن ليس عنده. هذا افضل ها طبعا من لا يحب ويعطي. لا طبعا هو يحبه ويؤثرون على انفسهم ويؤتون المال على حبه برضه مسكينا ويتيما نفس الحقيقه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. يعني انا اعطي المال والطعام لمن؟ للمسكين. من المسكين؟ الذي اسكنته الحاجه فلا يسال. يعني فرق بين المسكين والفقير. والفقير المسكين هو الذي اسكنته الحاجه فلا يسال يعني فقير ولكن لا يسال يحسبه الجاهل اغنياء غنيا من التعفف. تمام. اما الفقير هو الذي لا يملك ولكن يسال. والاسلام يعطي فقير الحاجه لا فقير الاحتراف. لا معذرة على طبعا طبعا تتعدد في عجلة. الفرق مرة ثانية بين الفقير والمسكين. المسكين الذي أسكنته الحاجة إما أنه ضعيف حتى لا يستطيع السؤال أو أن عزته بنفسه وبالله تمنعه من أن تكون يده سفلى. هذا المراد بقول يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس أي حاجة. يعني ليس عنده قوت يومه نهائي ما عنده اي شيء. ابن عباس قال بلغني قاعد مع جاس كده ان فقراء امتنا يدخلون الجنه قبل اغنيائها بنصف يوم وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. فقالوا لما ابن عباس؟ قال لان يعني الغني الى ان يحاسب الفقير يحاسب عليه تعالى. فسبحان الله لا اموال. فقال قائل انا مسكين يا ابن عباس انا فقير. قال إذا أفطرت صار عندك للغداء وإن تغديت صار عندك للعشاء. قال بلى. قال لست فقير. فقير عندك يا عم فيه انت عيل هم سبحان. قال أنا ده واحد تاني أنا مالك؟ قال أنا إن أفطرنا ما عندنا للغداء وإن تغدى ما عندنا للعشاء. قال ولك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه؟ قال له بلى. قال ما أنت بفقير. سبحان الله. فالثالث قال أنا. قال له ماذا؟ قالوا انا لا عندي لان افطارنا ما عندنا الغداء على الغداء ما عندنا العشاء هو ده ما فيش غيره. عامل زي سعيد بن زيد ما كان ياخذ الثوب ويستنى لما يجف وما يخرج عريان عليه. قال له انا فقير. قال له ماذا؟ ان ذهبت لتقترض من الناس اقرضوك؟ قال بلى. قال ما اقرضوك الا لعلمهم انك سوف ترد. لا لست بفقير. سبحان الله. فالرابع قال انا اروح اقترض الناس. قال تستطيع ان تعمل؟ قال بلى. نعم. قال لست بفقير. قال السادس انا. ووقف وراح جاب شروط الفقر دي ايوه بتاع صندوق النقد ده وايه وسردها. يعني ليس عنده قوت اليوم ايوه ليس عنده ثوب واحد ان اقترض من الناس ليقرضوه لا يستطيع ان يعمل لانه ما لا يستطيع ان يعمل. قال وتمسي عن ربك راضيا وتصبح راضيا يعني رغم كل ده. قال بلى. قال أنت من الذين يدخلون قبل الأغنياء بنصف يوم. يا سلام. بس سؤال الغني الشاكر هو سؤال تكريم. يعني هو مش هيسأله عشان يوبخه الله لا يؤنبه لا يسأله سؤال تكريم أي سوف يسأل عن إيه عن مالي من أين اكتسبه وفيما بس لازم يسأله لازم يسأله سبحان الله اللي خلى يسأل الصادقين عن صدقه. ليس سؤال عذاب. لا ليس سؤال عذاب زي الابتلاء هو لازم ابتلاء تبقى مصيبة. ممكن ربنا يبتليني بالغنى لنقل لاصحاب الاموال ان يهدأوا يعني. لا طبعا الامر فيه الغني اذا اتقوا الله عز وجل. الغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر. خلاص؟ لما؟ الفقير الصابر لا اصل الفقير الصابر لا اصل الفقير الصابر ما عندوش الا حاجه واحده لا يملك الا الصبر. مصر يملك الاعتراض تبقى مصيبه لكن الغني الشاكر عنده ابواب اخرى. في غني مفتري صحيح ينفق امواله ثم تكون حسره عليه يوم القيامه صحيح ثم يغلب والعياذ بالله يعني وهكذا. يبقى الاسلام يعطي فقير الحاجه لا فقير الاحتراف. يعني الفقير المحترف اللي واقف في اشارات المرور اللي كل يوم اديله 30 سنه فقير يمد لا ما اعطيه لا اعطيه. الاسلام يقدر فقير الحاجه لا فقير الاحتراف. الفقير ما فيش احتراف فقر في الاسلام. هذا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما اليتيم الفقير اليتيم الفقير. ما في يتيم غني
اليتيم الذي مات ابوه دون سن البلوغ ولكن فقير. ففي يتيم ابوه سام له ثروه. صحيح صحيح. في يتيم غني وهذا اليتيم عليه زكاه عند بعض الفقهاء. لما لم تحدد الايه الكريمه هذا النوع من انواع اليتم؟ لا يعني بمعنى اتى بها على الاطلاق ويتيما. لا اليتيم المحتاج. اليتيم المحتاج عبر طبيعي لانه يتيم غني أم أو وصية. إذا من يكفو اليتيم هذا له خير وثواب بالآخرة. الله كهم مع الرسول على طول عليه السلام. أنا وكافر اليتيم في الجنة يعني كافر اليتيم في الفردوس الأعلى. وذلك أنا أهيب بالإخوة يسألوا في مؤسسات كبيرة ترعى اليتامى، ها يجيب صور الأطفال اليتامى وخلي الأولاد كل ولد وبنت يختاروا اليتيم اللي يكفله من مصروفه ويؤخيه في الله ويستقبله في يوم العطلة إذا كان في نفس البلد ويزوره في المناسبات تبقى أخوة في الله. هكذا نفعل عمل الخير في المجتمع. يعني الولد عنده بير استطراد جانبي. نعم. إذا أرسلوا أموالهم للمؤسسات وكانت مؤسسات كاذبة لا يأخذ الأجر والثواب بلا شك. مجرد أن خرجت من جيبه فإن شاء الله. لكن إن شاء الله يعني بإذن الله رب العالمين أنا يعني أثق في كثير من المؤسسات بفضل الله عز وجل إن شاء الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير هو الذي وقع في الأسر وليس له في الحرب. يعني أي أسير يعني إخواننا في فلسطين أسرى، إخواننا في العراق أسرى، إخواننا في كل مكان فيه اضطهاد أسرى. أنا أعينه يا أخي، إن لم أعينه بطعام أعينه بدعاء، أعينه بحمل مشكلته، أعينه سبحان الله بتقوية ظهره، أعينه أن أشعره أن الدنيا ما زال فيها خير، يشعر أن إخوانه ما زالوا يدعون له. لكن انفصل عن العالم مصيبة. طب يعني أرى أن من يفعل هذا أيوة. يوفون بالنذر أيوة. ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حب مسكينة. هذه للأغنياء لأن لديهم أموال. إذا لم يكن لدي أموال وأنا أريد أن أطعم الطعام لتتوفر في الدرجة الثالثة هذه. لما جاء الفقراء وقالوا يا رسول الله ليس عندنا ما عند الأغنياء، صلوا فصلينا، حجوا فصاموا فصمنا، ولكنهم أنفقوا الأموال ولم نستطع أن ننفق. هنعمل إيه؟ قال ألا أدلكم على خير على شيء إن فعلتموه سبقتم غيركم إلا إذا صنع صنيعكم. قالوا ماذا رسول الله؟ قال عقب كل صلاة سبحوا 33، احمدوا 33، كبروا 33. الفقراء فرحوا، رجعوا البيت الأغنياء بلغهم الخبر. فرجعوا الفقراء تاني يوم زعلانين، ما يا رسول الله بلغ إخواننا الأغنياء. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خلاص ما نعم أنت يمكن ما تدري ما سبحان الله أين الخير. يعني أنت ما كلفت به. يعني يمكن أن نقوم بهذا العمل بالنية. يعني نقول لو كان عندنا أموال أنفقناه في كذا وكذا وكذا. قلنا عن الرجل في أخبار بني إسرائيل لما كان بيسير في عام من أعوام المجاعة وقال ولم نظر فلا الجبال حصى ورمال وحجارة، قال يا رب وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك. قال الله يا موسى بلغ عبدنا أننا قد قبلنا منه صدقة. يا سلام الله قبل إني